يعني سلمى، وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم. معنا صبية عندها شغل كتير حلو مثل ما شايفين، الهاند ميد والإكسسوارات يلي كل الصبايا يمكن بيلجأوا للإكسسوار. خلينا نتعرف أكثر مع سارة عبود. صباح الخير يا سارة، صباح أهلا الخير، وسهلا فيكي. كيفك؟ شو الشغل شكرا الحلو؟ شكرا. أكيد ليا، يعني مثل ما حكينا يمكن الإكسسوار هو المكمل لكل شيء، لكل وشغلنا الشاغل يمكن. شغلنا الشاغل. يمكن قطعة صغيرة بتخليكي تستغني حتى عن تغيير مثلا فستان سهرة، أوقات تمام. بتاخدي شيء معين. رح نتعرف شوي هيك سارة، عارفينا عن الستايل اللي بتشتغلي فيه بالعموم والشيء الدارج لهالسنة. تمام. هلا الخط اللي انا بشتغل فيه بشكل عام هو النواعم اكثر، بحاول دائما استخدم الفضه، يعني لانه سعرها انسب شيء بالنسبه للكل، وفيها بتساعدنا انه ناخذ الموديلات اللي بدنا اياها. فبحاول اشتغل على الاطواق الناعمه، الشغلات العمليه اللي نلبسها كل يوم، وبنفس الوقت انه تكون نحن بنقدر اذا ضفناها على فستان او مثل ما حكيت سلمى انه نقدر تغير لنا موديل الفستان وتعطي هيك حركه حلوه على الرقبه او بالاذن او يعني. سارة، انت اللي بتصممي اي شيء بدك تشتغليه، انت بترسميه على الورق، وكيف بتنفذي؟ خلينا نحكي عن المراحل الاولى، يعني من وقت ما بتنطلق الفكره. كيف انت يمكن بتشوفي شيء على النت بتحبي نفذي، بتضيفي افكار ثانيه؟ خلينا نحكي عن هالموضوع. تمام. هلا اول شيء بنبلش انه مثل ما قلتي بناخذ الفكره، بنحاول نرسمها على الورق كسكتشات صغيره، بنضيف الافكار اللي ممكن تناسب حياتنا نحن، يعني لبسنا، طريقه ستايلنا، الموسم الدارج صيف شتاء. بعدين بنرسمها على الكمبيوتر لانه في برامج معينه. انا كثير حبيتها، جربها على الهواء كفي. وبعد هيك بنبعتها على الورشه، وهي الورشه بتصب القوالب وبعدين بتنصب الماده اللي بدنا اياها. في اشياء مثل اللي انت هلا عم تجربيهم، هدول بيكونوا شغل ايد حصرا، شغل ايد وفيها شيء من هذا الحجره. لولو، هاي لولو باروك، و بيجي لونه شوي هيك على صدفي. يعني يمكن هذا النوع اللي شايفينه معليا واللي موجود عندك بالحلاقة الثانية، هذا خليني أقول بصمة خاصة، لأنه هو كاملا شغل يدوي. تمام. والفكرة إذا دخلنا شوي بالتفصيل تبعها، فأنت دامجة بين الشيء القديم أو التاريخي اللي هو الشيء الفانتازي مثل ما بنقول، والشيء العصري من خلال الماتيريال. خلينا نحكي بقى بالتفصيل عنا، ونحكي حتى عن هي، يعني نحن اللولو عادة متعودين عليه أو الكريستال أو الخرز بيكون لوحده، يعني انا بشوف عاده الطوق اللولو لوحده قليل لدخل، يمكن اكثر شيء شائع هلا، وحتى انت عملتي بطريقه مختلفه هو هذا، اذا بتقدر الكاميرا تجيبه، اللي هو قطعه لولو داخلها كلمه او داخلها شيء معين، هذا الدارج. هلا نحن قدام هذا الموديل، هذا اللي هو كثير جديد وهلا احدث الصيحه، نحكي عنه شوي. هلا هو هي كانت دارجة هديك السنة وكمان ضلت لسه لهلا، هي اللاير نكلسز او الطوق، يعني طوق اكثر من طبقة سوا، و يعني هن عم يعطوا حركة كثير حلوة على الرقبة. هلا كثير بس مهم انه هن يكونوا نواعم او يكونوا قراب من بعض، يعني ما يكون كل واحد يعني بكل واحد موديل مختلف، او يكونوا اثنيناتهم كبار من نفس الروح. تمام، من نفس الروح، انه ما يغطوا على بعض. هلا انا مثلا مثل هون وهون حاولت انه ساوي هو الطقم اساسا يكون هيك نلبسه كله مع، يعني كله سوا. هدول ثلاثه مو واحد بس مشان الناس اللي ممكن تفكر انه هو قطعه واحده. لا، هن ثلاث اطواق بنقدر نستفيد منهم مع بعض. تمام، نستفيد منهم انه نلبسهم مع بعض، وممكن استغني عن واحد منهم، يعني البسه ليه هذا الستايل كثير. فهي اول ما شافته عجبها لانه هي بتلبس سارة. حلوين الحلقات، ظريفين كمان. ميرسي. كمان هدول الحلقات روح قلبي الحلقة أنا كمان كتير حلوين. خلينا نحكي مثلا مثل هيك قطع، كيف بتسوقي لها؟ أكيد عندك صفحة على الفيسبوك، ما عندك محل؟
لا لسه. تمام. خلينا نحكي يمكن الفيسبوك او السوشيال ميديا صار بيدخل لكل بكل بيت صح. ومنتشر بكل العالم، قديش هي الخطوه مهمه لحتى تسوقي لبضاعتك لحتى تبيني اكثر للعالم؟ اكيد هو لانه نحن صفينا بشكل عام كلياتنا عم نقضي وقت كثير كبير على السوشيال ميديا صح. على الفيسبوك او على الانستغرام، بصفي يعني الواحد ضايق خلقه اول شيء بيعمله بيفتح موبايله وبيشيك. فطريقة التسويق اللي معتمدينا هي على السوشيال ميديا على الانستغرام أو على الفيسبوك، محاول دائما أنه ننزل الشغلات الجديدة، نغير بطريقة ترتيب الصفحة، ننزل محتويات شوي بتهم الكل. يعني في عالم بتحب النواعي بس في عالم لا بتحب الكبير، هلأ دارج الكتابات مثل اللي تماماً. شفناها على هديك الصدف تمام. فكل عالم تلحق الموضة، عالم لا عالم تحب الأحرف، كل حدا له ستايل. فبحاول أنه تكون في تنويع بالبوستات نفسها اللي بتنزل على الصفحة يعني هي يعني موديلات مختلفة. هلا يمكن استفسار بيخطر على بالنا، نحن اليوم صرنا فصل الشتاء، عادة بالشتاء مو كل شيء باللبس مع تحسي الكبير أكثر تماما من يعني بتحاولي تدوري على شيء طويل مشان إذا أنا لابسة سكارف، أو بتحاولي تدوري على قطعة عريضة معين. هلا هذا الشيء مع هذا النوع من الموضة اللي هلا شايفينه، رعيتي هيك؟ صار في هيك موجود؟ ولا أنا مثلا في بنات بيقولوا أنا باخذ هاي وبطولها، يعني بوصل الثلاثة مع بعض بيطلعوا طويل ناعم. هاي الفكرة موجودة عندك أنت؟ ريحتي الصبايا عملتي هالاختراع؟ لا هو شوي بالنسبة للموضة هاي السنة ما كان دارجة وقت طويلة خلينا نقول. يعني حتى الليرد نيكلس إذا دول إنه دارجين حتى لو مع التيشيرت، إنه نحن نلبس اثنين مثلا أو ثلاثة حتى لو طلعوا فوق القبة، يعني ما ضروري يكون لابسة قبة مفتوحة. بس لأنه فصل الشتاء فاللي كتير دارج هاي السنة هو سلسلة النظارات، يعني من الاكسسوار اللي كتير موجود خصوصي هلا بالشتاء، لانه ما من لانه مثل ما قلتي شوي بتكون القبات مسكره، فمثل يعني ساعدوا عنا بسلسله النظارات. كمان كثير عم يكون في منها اشكال، في شيء فيه حجار جبت انا تمام. لا كثير دارجه و يعني ترند كثير كثير هي السنه حتى بالشتاء. والشيء الثاني الترندي بالشتاء هو البروشات. البروشات البروشات الكبيرة، يعني انه تكون هيك واضحة ظاهرة، يعني مو بروش ناعم لا بدنا واحد كبير، بدنا بروش يعني هيك. فعم نحاول هلا كمان نشتغل شيء انه يكون البروشات موجودة. هلا اكيد الاساور والحلاق، يعني انا شوي حاولت اكبر الحلاق هون، لانه اذا لابسة ابي كورولي او شيء فانه بقدر الحلق هو اللي راح يبين مع رفعة الشعر خصوصي يعني بالشتاء. فال يعني هدول هن اكثر شيء هلا نعم اكثر شيء. سارة كثير صار في صفحات على الفيسبوك وكثير صار في قصص مهضومة وحلوة. اليوم انت كان لك خطوات يمكن بتعديل قطعة حسب مزاج حدا او حسب ذوق حدا، او كان لك خطوة انك انت هاي القطعة صارت عندك قديمة ترجع تعيدي عملية تدويرها من اول وجديد، تضيفي لها لمسة خاصة لحتى يمكن تنباع بشكل اسهل او تعجب الصبية اكثر؟ اكيد دائما يعني هو نحن بنشتغل او انا بشتغل مثلا الشيء اللي انا بحبه او الشيء اللي على ذوقي لنقول، بس هي الدنيا اذواق وممكن الشيء اللي انا شايفته حلو انه بغيري ما يحبه. فدائما اكيد دائما نتعرض لانه نرجع نعدل على القطع، ممكن في قطع بتضل عندنا شهر وشهرين بعدين انه خلق يعني قد ما كنت انا بحبها وهي، بس هي يمكن ما عم توصل صح للعالم تمام. فبدي اعرضها او سوقها بطريقه ثانيه او ضيف عليها شيء بحيث ترجع العالم تحبها او ترجع تتقبلها بشكل ثاني يعني مختلف تماما. كمان سارة اذا حكينا شوي على موضة السنة، فعموما هذا الشيء اللي نحن عم نشوفه هلا ما كان نلاقيه كثير غير بالاكسسوار لحتى نكون صريحين، فضة ذهب قليل ليكون في هذا الشيء بالعموم. قديه هذا السنة هو الموضة هلا كثير خصوصي بالصيف، يعني كثير كان دارج انه نلبس شيء فيه حجار، فيه قطع، فيه رسمات، فيه تماما. كنا معتمدين الفيروز اكثر شيء.
هلا صار موضة أكثر، حتى بالذهب صار ممكن عم ينوجد حجار بقلب السناسل المسابح، لنقول حتى المسابح صرنا عم نساويها بحجار أكثر من ما إنه طابات فضة أو ذهب. وال يعني الحجار دائما عم تعطي حركة مختلفة. تمام سارة، دائما وقت منجيب قطعة اكسسوار يعني ما تكون ذهب منخاف إنه يروح لونه، تمام؟ يعني دائما مثل يعني مثل هاي القطعة يمكن يصير لونها غير لون، ممكن تصبغ، ممكن يروح صح. اللون، خاصة إذا كان ذهبي أكثر من الفضي. خلينا نحكي عن هاي النقطة، أنت كيف بتدعمي الإكسسوارات مشان ما يتغير لونها؟ هلا الفضة هي من المواد اللي مريحة من هذا يعني من هاي النقطة، بنقدر إنه قد ما حتى لو هي سودت أو لنقول غير لونها فنحن بنقدر إنه بالبيت بطريقة معينة إنه نقدر ننظفها. بالإضافة لهذا الشيء يعني بالنسبة لنا نحن بنكفل مثلا هاي القطع لحتى حتى لو صار لشيء ممكن أي شخص بيرجع لنا إياها بيقول لنا هي راح لونها أو بدها تنظيف أو هي بنرجع بنعدل عليك الكفالة مدى الحياة. خلت القطعة من حلو الواحد هيك يوثق بحاله وبيقطعه، لأنه بنشوف أغلب الإكسسوارات بيتغير لونه. هلا هو كثير مهم نحن كمان حافظ عليهم، يعني أكثر شيء بيأذيهم البارفان الكريمات كثير بتأذي، يعني أكثر ما نحن ننتبه. إذا نحن بنحب القطعة فلازم كمان نهتم فيها مثل ما بنهتم بتيابنا مثلاً، ما بنعرضها لحرارة معينة إذا هي ممكن تتغير أكيد. صح، بس يعني بالنهايه بتنسى الصبيه مستعجله متاخره بدها تبخ اخر شيء، فانه بيجي يعني الا ما تتحدث. ساره قبل ما نختم على الكاميرا، عارفين شو اسم صفحتك بالضبط على الفيسبوك؟ واعملوا لها اد وفولو ولايك لساره لانه بضاعتها عن جد بتاخذ العقل. نحن الصفحة اسمها غايا جولز على الفيسبوك وعلى الانستغرام، عملوا لنا فولو لأنه البضاعة كتير حلوة. هلا جايين عشتوية وكريسماس وهيك كتير في ألوان مهضومة وفي قصص كتير حلوة. سارة بدنا نقول هاي لوالدتك يلي موجودة معنا بالاستديو عم تدعمك وعم تصورك. يسعد صباحك طنط، أهلا وسهلا، شكرا كتير سارة لإلك. كثير برافو، القطع كثير حلوين. هلا انا اول حدا حاعمل لك فولو وانا اخذت هدول هلا. مبروكين. شكرا شكرا لك ساره، شكرا لوجودك معنا، ودائما ليا بتضل هي القطع الصغيره. رح اهديكي هلا شيء؟ رح تهديني شيء؟ طيب انا اخترت شيء معين تهديني. اغلى واحد نقيت طبعا بس عندي سعر عشان اعرف معزتي عندك. شكرا لك ساره، شكرا لوجودك معنا، بنتمنى توفيق لك. ودائما نحن بنحاول نضوي على المشاريع الشبابيه، بنقول انه كل صبيه هي قدرانه تعمل مشروع صغير بفكره بسيطه، كل سيدة قدرانة تعمل هذا الشيء، ودائما ضمن صباحنا غير بيكون لهم مساحة خاصة. شكرا لك، ميرسي كثير لكم.